على وشك أن تنتهي الهدنة الأممية التي أعلنت مطلع شهر إبريل الفائت لمدة شهرين، وجرى تمديدها مطلع شهر يونيو على أن تنتهي في 2 أغسطس، ما لم تتفق الأطراف على تمديدها مرة أخرى. نحن نعاني كثيرا من هذا الوضع القائم حاليا، وخاصة وأن الهدنة الإنسانية سوف تنتهي قريبا، ونحن لم نستفد من هذه الهدنة أي شيء، لم نستفد منها كمواطنين أي شيء، ولم تعد علينا بالنفع. راوغت الميليشيا كثيرا في الهدنة الأولى فيما يتعلق برفع الحصار عن مدينة تعز، وحين أوشكت على الانتهاء بادرت إلى إعلان أسماء وفدها للتفاوض في العاصمة الأردنية، لكن جولات التفاوض في الهدنة الممددة فشلت في إحراز أي تقدم. في الهدنة الأولى طبعا انتهت دون أي فائدة أو أي جدية طبعا من قبل الميليشيا الحوثي. ذهبوا الناس إلى الأردن، تكرر المشهد ذاته، ولن نصل إلى ما يطمئن الناس بأن الحصار سينتهي والهدنة ستتحقق. يواجه السكان صعوبات كبيرة جراء الحصار المستمر منذ نحو 8 سنوات، وباتت هذه الجبال الوعرة ملاذا للتنقل من وإلى المحافظة، كما تشهد حوادث متكررة تعرض فيها مئات المسافرين لمشاكل مختلفة، ناهيك عن مشقة السفر الذي يأخذ ساعات طويلة. الطريق مكسر وخارب من الدمنة خضيرة مرور المدينة، كل حوادث ومشاكل وزحمة، يعني في تأخرات في الطريق، ما نوصل إلا على أشق الأنفس. التوقعات تشير إلى إعلان تجديد الهدنة وتمديدها رغم رفض الميليشيا تقديم أي تنازلات في مقابل ما حصلت عليه من الهدنة، ناهيك عن أنها وضعت شروطا جديدة لتمديد الهدنة، مستغلة موقف المبعوث الأممي الهش واستمرار المجتمع الدولي في تدليل الميليشيا. تستمر ميليشيا الحوثي في فرض حصارها على محافظة تعز للعام 8 على التوالي، وسط تواطؤ دولي فاضح وتراخي موقف مجلس القيادة الرئاسي في إنهاء هذا الحصار رغم كل التنازلات المقدمة للميليشيا. فوز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.